اتفضل يا باشا، اتفضل يا كبير، اتفضل يا رجالة، اتفضل يا كبير، اتفضل. البيت نور يا كبير، يا دي النور يا دي النور، البيت نور والله. اتفضل يا اما الكبير جانا يا اما، اتفضل يا كبير يا دي النور يا دي النور، اتفضل يا باشا يا دي النور يا دي النور، والله انت عايز زفة يا دي النور يا باشا يا دي النور. البيت بيقع، البيت بيقع. لا 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 اوعى مهندس، البيت عصير ومتين. ده يا باشا الشاب ماله كسكان في نفسه كده ليه؟ يا عيال خايبة يا راجل، عيال خايبة. في حد يخاف من بيت بيقع برضه؟ الله، معقول؟ ها؟ لا طبعا. يلا بينا بقى، صلي على النبي. يلا اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل يا باشا، اتفضل يا كبير. نورت الدواب حالها، يا اهلا يا اهلا. اتفضل. اتفضل فين؟ اتفضل في البيت يا باشا، البيت بيتك. معلش يعني هو شويه مش قد المقام يعني. يا راجل ما تقولش كده، عيب. هو ده بيت اصلا؟ اتفضل يا كبير، وحسين يا كبير. اتفضل 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 يا كبير. ازيك يا ابو حديد؟ يا باشا يا، والله الوحيد اللي كان بيناديني فيها. عارفين يا رجاله احلى ايام حياتي، والله العظيم احلى ايام حياتي قضيتها مع الكبير. فاكر سعادتك ايام السجن الانفرادي؟ يا باشا يا باشا منور والله. رومانسي قوي يا عبد الجليل، احلى ايامه في السجن الانفرادي. امال ايامه دلوقتي شكلها ايه؟ عبد الجليل يا شباب كان في السجن الانفرادي دايما، وكان بيهرب منه. ازاي بقى؟ كان بينشر الحديد بتاع شباك الزنزانه ويهرب منه. محاولة هروب 16 مرة، عشان كده مسميينه ابو حديد. ما شاء الله، دي حاجة حلوة قوي. أنت لازم يا ابني تتحط في موسوعة جينيس. إيه غينيس دي يا باشا؟ جينيس. بيقول ياد غينيس. ياد بقول جينيس. يا خلاص صلى على النبي، صلى على النبي، خلاص صلى على النبي، صلى على النبي. معلش، أنت ما حدش طايقك كده. قول لي كنت بتعملها إزاي دي يا عبد؟ بص يا باشمهندس، الحديد لا مؤاخذة قاسي قاسي، ما ينفعش ايه تشد معاه، ما ينفعش تعند معاه، لازم كده لما اقصى ايه تاخده بالحنيه وبالمسايسه كده، ها يدوب معاك حبه حبه. الله، ده بيقول حكم يا باشا. بيقول حكم. ودلوقتي بتشتغل ايه يا عبد الجليل؟ منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات. نعم. منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات ومظاهرات وماتشات وكده. انا كبير مشجع انبي. مش معنى انبي يا منظم، عشان فلوسه حلوه. هو قفل منه، انا مش طايقه. طب اسمع عبد الجليل، انا عايزك في الشغل. امرني يا كبير. المكان هنا امان؟ امان الامان يا كبير. طيب شوف عبد الجليل. على مهلك يا راجل، صوت ده جايب اخر الحاره يا متعه. اهمد يا راجل اهمد. ملعون ابو ام الحاره على اللي فيها، اللي مش عاجبه يحط برطوشة فوقه ويتنيل يتسد. أمان الأمان هنا. ده الناس قاعدين معانا، ما تيجي نروح حتة تانية نعرف نتكلم فيها. لما أخسر كبير جرايا يا ولية يا أم ثابت، ما تخلي الراجل القفة ده يقفل الشباك ويقطم خالص. الدنيا حر، هي ناقصاك يا عبد الجليل؟ حر؟ هو أنت شفت حر؟ ده أنا هولع فيك بجاز وأخليها لك جهنم. هما فاكرينك منظم احتجاجات ولا أنت منظم حاجة تانية؟ لا مؤاخذة يا باشا، يا راجل يا قف، عيب عليك. ما تقفل بدل ما اجيلك يا ده مسعد. استنى بس استنى يا اخ مسعد، براحتك يعني، ما فيهاش اي حاجه، بس على مهلك شويه لان البيت قايل للسقوط. تتحمي حمقى من دول نلاقي نفسنا تحت الانقاض في ثانيه. الله عليك يا باشا، ربنا يعلي مرادبك. دايما دايما حاسس بالبشريه والله. يا جماعه مسعد معذور، اصل الحته البلدي دي يا باشا بيبقى لها طعم تاني خالص. ايه ده؟ يلا يا نروح مطرح. لا صحيح، ايه ده؟ يلا يا ولد روح، بلاش غلبه. شوف يا عبد الجليل. هو تأثير مسعد وصل لغايه هنا الظاهر. لا يا باشا، دي امي ست الحبايب. امي مين؟ امي يا باشا. هي امك هي اللي مع مسعد؟ لا يا باشا، دي الوليه ام ثابت. ام انا بقى اللي لا مؤاخذه تحت منك على الكنبه. ام مين؟ ام عبد الجليل. انهي كنب؟ الكنبه اللي حضرتك قاعد عليها. ام لا مؤاخذه تحت منك. امك تحت مننا؟ ايوه يا فندم. الكنبه؟
أنا آسف جدا. لا يا باشا وربنا المعبود ما أنت قايم، ما تقومش يا باشا، خليك قاعد وخد راحتك كده وراح راحتك الله، دي زي يومك بالظبط. بص يا باشا أنا هسلتها لمؤاخذة عشان خاطر تعمل لنا طقم شاي. أمّا تسلت مين؟ أمّا خليها مستريحة، ربنا يخليها لك. وده إيه ده؟ اصل امي مره مكافحه يا باشا، امي مره مكافحه وتعبانه وليه اصليه. انت عارف يا باشا الناس بتوع التلفزيون دول لو شافوها هيدوها حج وعمره ورحله المارينا، هيعملوا حاجات، بس احنا نوصل بقى لمين بقى هناك في التلفزيون؟ انت عارف بقى دنيا تانية. انت عارف يا باشا لولا الست ديت كنت انا واخواتي الاربعه ضعنا، بس هي لما اخذت قعدت علينا ذكر ذكر قعدت علينا يعني ربتنا وكبرتنا، امال ايه لغايه ما بقينا رجاله انا واخواتي الاربعه. وقبول الحاجه الساعه ما جاتش دي. يا مجنون يا ابن الغساله، يا مجنون يا ابن الغساله، هو مش دكتور قال لك امك عندها كشكشه في العظام تقوم تقعد عليا؟ مش كده يا عم، مش كده رجاله يما، مش كده مش كده. مساء الخير يا حاج. سنور اخوي والنبي اخويا الواد عبد الجليل ده، طيب ده عبد الجليل امير وشيلني من على الارض شيل، لو خدتوه هتجهولي قفاش بريق، وانا ما حلتيش غير هو اللي بيشيلني ويوديني ويجيبني. بتحلم ولا حاجه؟ معلش يا باشا معلش، اصل الحكومه دايما يما، مش دول يما، مش دول الحكومه يما، ده ناجي بيه عطا الله اللي انا قلت لك عليه وليا. ادعي لنا بقى كده دعوتين حلوين، يلا يما ادعي لنا، ها ادعي لنا دعوتين ربنا يوفقنا في المصلحه اللي احنا رايحينها. غريبه غريبه، وانا حد قايل لكم؟ ادعي لنا يما، يلا يلا ادعي لنا. الهي ينصركم على مين يعاديكم. امين. إلهي وانت جاهي وفقك وتروح وترجعوا بالسلام. آمين. إلهي يجعلكم في كل خطوة سلامة. آمين. إلهي يكسيكم ما يعريكم. آمين. يا باشا 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 يا باش